برضه ليه بيكون في دايما ألم في البطن في حالات الهيموليتيك انيميا؟ يعني بنقول abdominal pain is a frequent sign in some types of hemolytic anemia. احنا بنلاحظ زي ما قلنا قبل كده ان في تضخم الكبد وتضخم الطحال. تضخم الكبد والطحال ده في حد ذاته ممكن التقل بتاع الكبد والطحال هيباتو منجري اند سبينو يعمل لنا بين في الرايت هايبوكوندريوم وفي الليفت هايبوكوندريوم رايت ان كيس اوف ليفر اند ليفت ان كيس اوف سبلين كمان عندي سبب مهم جدا في حالات الاكسترا فاسكولار هيماتيك انيميا بيبقى البيلوبين بيزيد في الدم زياده البيلوبين في الدم ممكن يعمل لي حصوات في المراره احنا شايفين المراره المراره دي اورجان مهم جدا زي ما شايفين كده ف اللي هيزيد هينزل في المرارة ويتجمع ويعمل الحصوات اللي احنا شايفينها ديت الحصوات ديت ممكن تعمل انسداد للمرارة او القنوات المرارية ولما يحصل انسداد طبعا في ممكن يعمل ألم شديد جدا من أشد الألام هو الألم المرارة